هذه البيانات خطابات استثنائية كما غرت اليوم، بدءاً من خروج الشيخ نواف الأحمد الصباح، نواف الكبير، خارج خروج اليوم الشيخ نواف في إلقاء خطاب يؤكد من خلاله رغم حالة الصحية اللي نسأل الله عز وجل أن يتم عليه كمال الشفاء والأجر والثواب، حتى يؤكد بأن الدستور بين أعيننا، وحتى يؤكد بأن في المشهد وبإصراره على إدراكه لكل المشهد ثم تفويضه لسمو ولي عهده الأمين. ثم جاء الخطاب الاستثنائي معبراً عن الرغبة الأميرية ومعبراً أيضاً عن رغبة ولي العهد، خطاب استثنائي في مضامينه بحجم ما تابعت وبحجم ما شاركت وبحجم هذه السنوات الطوال من الخبرة، وأيضاً كمؤرخ كما كسياسي، لم أسمع خطاب سياسي بمضامينه بهذا الوضوح اللي سمعته اليوم. لذلك تعليقي هذا ليس بخطاب سياسي. كنت أتوقع خطاب سياسي من رجل دولة والسياسة فيها كلماتها وفيها أهدافها وفيها ألاعيبها، لكن اللي سمعته اليوم خطاب وطني صادق يريد أن ينتشل الكويت. ما كنا نسمع عن الوفود التي تقابله، ما كنا نسمع عن الوفود التي تقابل الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال هذه السنتين، ما كان حقيقة بمثل هذا الوضوح اللي شفناه اليوم. كان ترجمة لما كان ينقل، رغم أن ما كان ينقل أحياناً كان لا يكون في اتجاه واحد، كان يظهر نوعاً من التردد، نوعاً من التريث، لكن بالأخير لما اكتمل المشهد واكتملت الإرادة الشعبية كانت الاستجابة في أعلى سقف، صراحةً واضحة، بأن استماعاً للناس، تعهدات أكبر السياسيين، وأبدأ بنفسي، لما كنا نحذر من الدستور نقول لا تعديل لا تعليق لا تطاول، اليوم 6 ألفاظ استخدمها الشيخ مشعل حتى وصل إلى عدم المساس فيه. لذلك هذه التعهدات هي التعهدات الوطنية لرجل يريد أن يبدأ مرحلة جديدة. وأنا أقول للشيخ مشعل، أقسم بالله العظيم، وهذا لسان حالي ولسان حال كل السياسيين بدءاً من النواب الأبطال المعتصمين والنواب السابقين والرموز الوطنية وكل السياسيين، بل كل المجتمع والشعب الكويتي كما عبرنا عنهم ويعبر عنهم اليوم، هذا قسم في أرقابنا، هذه بيعة لا تسقط من بعدنا عن المناصب. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأودي أعمالي بالأمانة والصدق. هذه الأمانة والصدق اللي اليوم جسدها الشيخ مشعل الأحمد الجاب الصباح، هذا القسم العظيم اليوم اللي ترجمته كل شعبك يشارك فيه ويفرح فيه،